في نقطة جوهرية بنتكلم عنها بمنتهى الصراحة مهما عملية الدعامة، إن إحنا بنقول ما ينفعش نعمل عملية دعامة من غير ما نعمل معاها عملية تأخير سرعة القذف عشان مصلحة المريض. يعني مش ما ينفعش يعني إجبارًا، لا، ما هو لو عمل العملية خلاص أوكي. ولكن المريض بيعمل العملية بعد يعني ممكن نقول يعني إيه سنوات من المعاناة. فطبعا لما يجي يعمل العملية القذف عنده ممكن يكون بعد دقيقة، نص دقيقة، دقيقتين، 3 دقايق. هو داخل يعمل الدعامة مقتنع إن هو هيقعد يمارس العلاقة 3 4 ساعات يوميا. هم بيقولوا لك كده، المرضى جايين مقتنعين بكده لأن الدعامة بتديله صلب مفتوح. هو فعلا بتديله صلب مفتوح، ولكن المشكلة إن المريض بعد ما يحصل قذف بعد دقيقة دقيقتين مثلا بيخش في حاجة اسمها مواد جنسي، سواء المريض ده مركب دعامة أو شخص عادي. كلنا عارفين أي رجل بعد القذف خلاص بيفقد الاحساس، الفيشه اتفصلت خلاص، خش في حاجه اسمها مواد جنسي. لو عملت تعمل اي اثاره لعضو ذكري مفيش اثاره، مش حاسس بحاجه. كذلك الشخص اللي بيركب دعامه، فطبعا هو هيبدا يكمل العمليه الجنسيه بشكل اقل زي روبوت عشان يمتع الطرف الاخر، لكن هو خلاص بره الموضوع، هو خلاص اوت، مش 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 مستمتع خلاص، فقد الاتصال. فطبعا ما ينفعش ان المريض يبقى جاي سنوات تعبان وتيجي تديله عملية يجي في الآخر يكتشف إن هو بيستمتع بالعملية الجنسية نص دقيقة ولا دقيقة، لا طبعا. في الحالة دي أنا عشان أزود القيمة المضافة للعملية وأخليه يستمتع بيها بجد لازم أأخر له عملية القذف. إحنا بنعمل عندنا في علاء كلينك عملية علاء عجلان لعلاج سرعة القذف. ليه؟ لأن هي طبعا إحنا يعني بقى لنا 13 سنة بنعملها ومشهورين بيها جدا وعاملينها مرضى من 36 دولة وآلاف الحالات. ولكن العملية فيها ميزتين أساسيين غير إنها بسيطة وآمنة وفعالة ودائمة، ولكن الميزة التانية إن هي بتتعمل من نفس فتحة العملية، يعني وبتاخد وقت في حدود 100 إلى 120 ثانية حرفيا، لأن ببساطة بتقص حتة الجلدة في مكان الطهارة هنا من أسفل وبتقص عضلة من العضلات اللي تحت دي كده، يعني أدي واحد أدي اتنين، ما بتاخدش 100 إلى 120 ثانية حرفيا، بس بتفرق مع المريض جدا. طبعا المريض مش عايز يعمل عمليات على عجلان، حقه، ولكن في تكنيكات اخرى وزملائنا الافاضل حقهم يعملوا اي تكنيك اخر، والمريض نفسه ممكن يعمل اي تكنيك. واحنا ساعات بيجي لنا مريض ونعم احنا كل عمليه ليها اختبار بنعمله ونشوف احسن واحده يستفيد منها. ممكن مريض يستفيد من عمليات على عجلان، ممكن مريض يستفيد من عمليه اخرى، ممكن مريض يستفيد من عمليه ثالثه. ولكن انا بيجي لي مريض بفحصه بلاقي مثلا عمليات على عجلان هتديله مثلا تحسن 100%، عملية تانية هتديله 150%، عملية تالتة هتديله 200%، عملية رابعة هتديله 70%، منطق إن أنا أعمل له العملية هتديله 200%. ليه؟ ليه أعمل الصح لما ممكن أعمل الأصح؟ ولكن إحنا من خلال شغلنا يعني العملية بتاعت العجلة عملوا معانا يعني نتائج كويسة جدا لأنها ما فيهاش مشاكل بالنسبة للإنجاب ولا الإحساس، لأنك ما بتقصش أعصاب فيها، غير إنها دائمة وفعالة. طب المريض رافض يعمل عمليات اخرى غير الدعامه على الاطلاق، خلاص ما عندناش مشكله، بس هياخد ادويه لعلاج سرعه القذف طول عمره. طبعا دي ممكن تاثر في مستوى الوعي، الاثار الجانبيه بتاعتها. طب لو المريض سنه صغير 20 او 30 سنه، في ناس بتركب دعامات عندها السن ده، فطبعا الامر منوط بالمريض، يعني احنا بنترك المريض ولكن احنا لينا عليه حق، له علينا حق التوجيه والارشاد، اما القرار فده قرار المريض. فالمريض عشان يستفيد بالدعامة استفادة كاملة لابد يعمل معاه عملية لتأخير سرعة القذف. وشكراً.